مساء الفل. هنجرب مع بعض النهاردة معمول بالعجوة أو معمول بالتمر من أبو عوف. أبو عوف منزل معمول بالشوكولاتة. والشوكولاتة البيضة. ده بإيه يا يويو؟ الشوكولاتة العادي. ده الشوكولاتة العادية البراون ودي الشوكولاتة البيضة. تمام. العلبة دي 12 قطعة ب 50 جنيه تقريبا، والواحدة بتتباع تقريبا 4 جنيه ونص. تمام. شوفوا يا جماعة يعني قيمة ازاي، يعني سلفان وبتاع يعني لا يعني نظيفة صراحة، حاجات بعوف يعني ممتازة. نفتح بقى. تمام. نفتح بقى. بص في فتحة هنا. ايه صح، احنا نشيل كده على طول احسن. واحدة انا وانت، واحدة يلا كل واحد واحدة بقى. يلا ان شاء الله ما حد حوش بقى، احنا بنصرف دلوقتي مكلفين. دي الشوكولاتة الايه البراون، معمول محشو بعجوة المجدول من ابو عوف. خلي بالك بقى. انا مش عارف. هات امسك دي. امسكها لك يا حبيبي. انت كلها بقى. يلا كلها وقول لي. مش عارف انت ايه عقدتك مع المقلوب كده، هيتاكل وكده هيتاكل. يلا بسم الله. شفت بقى انت بتقر عليا يا عم انت. يلا. تحفة تحفة. العجوة اللي جوه سكرها مظبوط، العجينة اللي بره هشة وحلوة جدا ماسكة نفسها، طعم الشوكولاتة جميل والتمر جميلة صراحة. يلا خش على تاني واحدة. الشوكولاتة البيضة. شوكولاتة بيضة معمولة بعوف برضو، محشو بالعجوة في المجدول. فتحناها. نفتح نطلع واحدة تانية. نقفل. افتح بقوة. مات هفتح لك بدل ما تكسرها يا عم. تعرف دي بكام يا ابني؟ ايه؟ دي بأربعة جنيه ونص. شفت بقى؟ يعني ايوه بالظبط كده زي ما انت عملت. شوكولاتة بيضة. طلع. ده معمول ابو عوف محشو بعجوة المجدول. حلوة. مغطية بإيه؟ شوكولاتة بيضة. يلا بسم الله. نفس الكلام ممتازة. أنا كمان من الناس العشاقين للشوكولاتة البيضة أكتر من الشوكولاتة البني العادية. تحفة مظبوطة بالشعرة. إيه رأيك؟ حلوة. حبيت مين أكتر؟ شوكولاتة. من الاثنين شوكولاتة يا زكي. أنا واحد شوكولاتة البيضة ولا شوكولاتة البراون؟ شوكولاتة البراون. شوكولاتة البراون؟ طيب أنا حبيت أكتر شوكولاتة البيضة. الاثنين حلوين جدا ممتازين، سكرهم مظبوط، العجينة تحفة هشة ماسكة نفسها بتفتفتش، السكر في الشوكولاتة مش كتير يعني ممتاز. حاجات ابو عوف صراحة يعني حلوة جدا. فعلا. بس تقييمي ليهم يعني 10 من 10 بصراحة. تقييمك كام؟ 10 من 10. 10 من 10. برافو يولي. ده كان تقييمنا النهاردة لمعمول بالتمر من ابو عوف. نشوفكم في تقييم تاني. باي باي. باي 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 باي.